على الخريطه بتاعت المسابقات في مصر، وانا برحب دايما بكل الفرق اللي بتيجي. احنا شجعنا 4 فرق، الاهلي طبعا كان دايما بيدخل فيها، احنا في عندنا 3 فرق كمان مصريه، وده فخر لنا كمصر. الاتحاد العربي بيدي البطوله دي دايما كتنظيم لمصر، عشان هو واثق من التنظيم وجوده التنظيم وجوده الملاعب وكده. الفكره اللي انا عايز اقولها انه النهارده احنا بنشجع كل الفرق المصريه تخش، يعني هتلاحظ النهارده ان في نادي الصيد موجود، سبورتنج كان موجود السنه اللي فاتت وموجود، الزمالك موجود المره دي، في بعض الدول اللي جايه من الفرق اللي جايه من دول تونس، فاقس التونسي موجود، دي فرق قويه جدا، واتوقع انه النهائي او الكاس البطوله هيكون ما بين الاهلي والصفاقسي. احنا كاتحاد مصري دايما بندعم خاصه رياضه السيدات، لانه احنا عندنا نقص فيها دايما، لانه دايما بتلاقينا الفريق الاول سيدات بيبقى 70% منه البنات الصغيرين، وانا الحقيقه مش مبسوط من القصه دي، وعايز دايما ان احنا يبقى عندي فريق اول، هو فريق اول في سنه هو اللي بيلعب فريق اول، فان شاء الله خير، والبطوله هتبقى بمستوى كويس ان شاء الله.